المسلمين وكل الليبيين شرفاء بأن موعدنا مع النصر الكبير وبلوغ الهدف قد اقترب. شن الجيش الليبي غارات جوية على مواقع تابعة للميليشيات الإرهابية في منطقتي عينزارة والتغار جنوب العاصمة طرابلس. يأتي ذلك عقب مرور عدة أيام على حالة من الهدوء الحذر التي شهدتها محاور القتال بين الجيش الليبي والجماعات الإرهابية. للمزيد انضم الينا عبر الهاتف السيد علي السعيدي عضو مجلس النواب الليبي. سيد السعيدي اهلا وسهلا بحضرتك، كيف تنظرون داخل مجلس النواب اتحدث بشكل مؤسسي لتطورات المعارك الجاريه في غرب ليبيا بعد مرور الاشهر التي انقضت منها؟ تحيه طيبه ليك ولمشاهديك الكرام. بكل تاكيد مجلس النواب الجناح السياسي للمؤسسه العسكريه الليبيه، مجلس النواب بكل تاكيد أيد العمليات العسكرية منذ انطلاقها، يدرك تمام الإدراك أن مسألة ليبيا هي مسألة أمنية وليست سياسية كما يروج لها عبر وسائل الإعلام الدولية. اليوم العمليات العسكرية يعني على أشدها، نحن نتقرب أو ربما ننتظر في ساعة الحسم للجيش الليبي لإنهاء العمليات العسكرية في الغرب الليبي. مجلس النواب سوف يبقى داعم للعمليات العسكرية وسوف يقف بكل ما يملك لدعم المؤسسة العسكرية بحكم أن المؤسسة العسكرية المؤسسة الوحيدة لإنقاذ الوطن من الجماعات الإرهابية المطلوبة محليا ودوليا. مجلس النواب لا زال داعم حقيقي للقيادة العامة للجيش الليبي. نحن ندرك أن القيادة العامة للجيش الليبي قد أطلقت عملياتها العسكرية تجاه الغرب الليبي في 4 أبريل الماضي، ونحن ننتظر في اللحظات الأخيرة لكي يحتفل الشعب الليبي بالانتصارات النهائية لطرد وكر الإرهاب من ليبيا، الورم الخبيث الذي جسم على قلوب الليبيين، ونحن في اعتقادي أن ما هي إلا أيام تفصلنا على هذا الانتصار بحول الله تعالى. عقد اجتماع في يوليو الماضي بين عدد كبير من أعضاء وممثلي مجلس النواب الليبي في العاصمة المصرية القاهرة، ما الذي بنيتم عليه ما بعد هذا الاجتماع؟ ما هي أشكال الدعم التي يمكن أن تقدمونها أصلا للجيش الليبي أو للعملية العسكرية التي يخوضها الآن؟ نحن أقول لك صراحة، مجلس النواب الليبي منقسم على نفسه في بعض المحطات. على سبيل المثال هناك أعضاء مجلس النواب من غرب الليبي من يؤيدون الميليشيات المسلحة التي تحارب الشعب الليبي وتحارب المؤسسة العسكرية. في الاعتقاد عندما أتينا لجمهورية مصر العربية ربما لتقريب وجهات النظر ولكي يكون هذا الجسم جسم قوي واحد، ولكن بعض نواب الغرب الليبي يرفضون ذلك وكان يبحث على إيقاف وقف إطلاق النار في طرابلس، وكنا رافضين لهذا المطلب المطلق. ولكن أقول لك أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي. نعم. أما من انقسم على مجلس النواب فسوف يتحمل وسوف يحاسب اللوائح والقوانين بإذن الله. سيد علي، لا أعلم إذا كان هناك مشكلة في الصوت أم لا، سأطرح على حضرتك السؤال وأتمنى أن نستمع إلى الإجابة بصوت أكثر جودة من ذلك. مجلس النواب إذا كنت تقول حضرتك أنه هو الجسد الشرعي، وهو الجسد الشرعي تقريبا المنتخب في كل المؤسسات الليبية الموجودة، وهو الذي انبثق عنه منح القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قيادة العمليات العسكرية وقيادة الجيش الليبي، العملية التي يخوضها الجيش في غرب ليبيا، هل هناك وجه من أوجه التشابه أو الاختلاف بينها وبين العمليات التي بدأت في الشرق ثم الجنوب؟ بكل تأكيد، وأنا دائما أشبه في العمليات العسكرية في الغرب الليبي بالأمس القريب كانت في الشرق الليبي في بداية إرهابية منظمة وكانت مطلوبة دوليا والآن أصبحت. سيد علي نعاني تقطعا في الصوت، بعد إذنك إذا أمكن أن نحصل على صوت أفضل من ذلك من فضلك. هناك مشكلة على ما يبدو في الصوت من هذه المداخلة مع السيد علي السعيدي عضو مجلس النواب الليبي منضما إلينا عبر الهاتف، نشكره على أي حال، شكرا جزيلا له.